السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فهذا شروع إن شاء الله تعالى في شرح كتاب شرح غاية السول إلى علم الأصول للإمام جمال الدين يوسف ابن أحمد، يوسف ابن حسن ابن أحمد الدمشقي الحنبلي، المعروف بابن عبد الهادي، والمعروف أيضا بابن المبرد، المتوفى سنة 909 هجرية. وقبل الشروع في قراءة الكتاب وشرحه، نقدم إن شاء الله تعالى ترجمة مختصرة معرفة بمؤلف الكتاب وبالكتاب نفسه. فأقول المؤلف هو جمال الدين يوسف ابن حسن ابن أحمد القرشي العدوي الصالحي الحنبلي، المعروف كما قلنا آنفا بابن المبرد، والمعروف كأسلافه بابن عبد الهادي، وأسرة آل عبد الهادي من الأسر العريقة في العلم والفضل. ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. وولد ابن عبد الهادي مؤلف الكتاب سنة 840 هجرية، وقيل 841 هجرية، وتوفي سنة 909 هجرية، فيكون قد عاش 69 سنة. تلقى ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى عن كبار علماء عصره، وإنما نذكر اختصارا، نذكر منهم علاء الدين المرداوي المتوفى سنة 885 هجرية، والمعروف بمنقح المذهب ومصححه والمجتهد في تصحيحه، صاحب الإنصاف وصاحب التنقيح المشبع والكتب المعروفة المشهورة. ومن شيوخه أبو بكر الجراعي الحنبلي المتوفى سنة 883 هجرية، شارح مختصر ابن اللحام، صاحب شرح مختصر ابن اللحام وغيرها من المصنفات. ومن شيوخه تقي الدين ابن قندس صاحب الحواشي المشهورة على الفروع، وصاحب الحواشي على المحرر، وتوفي ابن قندس سنة 861 هجرية. ومن شيوخه برهان الدين ابن مفلح المتوفى سنة 884 هجرية، صاحب الكتاب المشهور بالمبدع في شرح المقنع. ومن تلاميذ المؤلف شهاب الدين الشويكي صاحب التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح، وتوفي الشويكي سنة 939 هجرية. ومن أخص تلاميذ المؤلف شمس الدين ابن قولون الصالحي الدمشقي مؤرخ دمشق الإمام المكثر من التصنيف، المتوفى سنة 953 هجرية. المؤلف مؤلف هذا الكتاب أحد المكثرين من التصنيف، حتى لقبه بعضهم بسيوطي الحنابلة لكثرة مؤلفاته. ومن مؤلفاته مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، كتاب معروف في الفقه، وله غاية السول إلى علم الأصول، وهو المتن الذي شرحه بهذا الكتاب المقرر. وله أيضا تحفة المنقول أو تحفة الوصول إلى علم الأصول، وهو في علم أصول الدين لا في أصول الفقه، تحفة الوصول إلى علم الأصول وهو في أصول الدين، طبع في هذه الأيام طبعتين، وهو على مذهب أهل السنة والجماعة. وله كتاب الدر النقي في حل ألفاظ
الخرقي وهو من الشروح الصغيرة على متن الخرقي. هذا تعريف موجز بالمؤلف رحمه الله تعالى. فأما الكتاب فهو شرح غاية السول إلى علم الأصول، المتن والشرح للمؤلف نفسه جمال الدين ابن عبد الهادي المعروف بابن المبرد، وهو كتاب جيد وله عدة مميزات، فمنها ذكر الخلاف في المذهب وغيره، ومنها كثرة المسائل، فالكتاب على صغر حجمه كما ترون إلا أنه كثير المسائل. ثم هو له عناية بضرب الأمثلة للمسائل الأصولية، ويذكر الدليل في مواضع قليلة، فقد جرده من الأدلة غالباً، لم يذكر الأدلة إلا في مواضع يسيرة. ونبدأ إن شاء الله تعالى الآن بقراءة الكتاب. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه. أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: بسم الله الرحمن الرحيم. وهو حسبي. قال سيدنا وشيخنا الشيخ الإمام العالم العلامة الحبر البحر الفهامة ذو الدين المتين جمال الدين أبو المحاسن يوسف ابن الشيخ الإمام العالم العلامة أقضى القضاة بدر الدين أبي محمد حسن بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي، متعنا الله ببقائه وحرسه بملائكة أرضه وسمائه، ونفعنا به وبعلومه في الدنيا والآخرة، إنه قريب مجيب. يقول الفقير إلى الله تعالى: يوسف ابن حسن ابن أحمد ابن عبد الهادي، الحمد لله، الثناء عليه بجميل صفاته، ولا يكون إلا باللسان، ومن ثم هو أخص من الشكر، إذ الشكر باللسان وغيره، ومن ثم صار أعم من الحمد، والحمد يكون لمسد النعمة وغيره، ومن ثم هو أعم من الشكر، إذ الشكر لا يكون إلا لمسد النعمة، ومن ثم هو أخص من الحمد. رب نعت لله أو بدل منه، وهو السيد والمالك، وقد يطلق على غير الله كرب الدار ورب العبد، ولا يقال بالألف واللام إلا لله. العالمين جر بالإضافة، علامة جره الياء التي قبل النون، وفي هذه الياء علامة الجر وعلامة الجمع وعلامة التذكير. نعم، أحسنت. قال سيدنا وشيخنا الإمام العلامة ذو الدين المتين جمال الدين أقضى القضاء بدر الدين أبو المحاسن يوسف بن الشيخ الإمام العالم العلامة أقضى القضاء بدر الدين. بدر الدين هو لقب والده، وكان شيخاً معروفاً في الحديث وغيره من العلوم، وجده شهاب الدين أحمد أيضاً كان من العلماء، والمؤلف رحمه الله أخذ عن أبيه وعن جده، أدرك أباه وجده وأخذ عنهما العلم، فإنهما كانا من العلماء. والمؤلف ليس هو من نسل شمس الدين بن عبد الهادي، المتوفى سنة 763 هجرية، أحد تلاميذ شيخ الإسلام، صاحب الفروع، صاحب الأصول المعروفة بأصول ابن مفلح، ليس من نسله، ولكنهم من الأسرة نفسها. قال: الحمد لله. المتن هنا كما ترون في المطبوعة يكتبه بخط ثخين، بخط عريض غامق بارز، والشرح هو ما بين ثناياه، ما بين هذا الكلام هو الشرح. فقال: الحمد لله، قال هو الثناء عليه أي على الله سبحانه وتعالى بجميل صفاته، ثم قال: ولا يكون إلا باللسان. الحمد يكون باللسان فقط. قال: ومن ثم، أي ومن هذه الحيثية وهي كون الحمد باللسان فقط، هو أي الحمد
أخص من الشكر. لما؟ قال: إذ الشكر باللسان وغيره، فإن الشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح الأخرى غير اللسان. قال: ومن ثم، أي وبعد هذا التقرير وبيان أن الشكر يكون باللسان وبغير اللسان، صار الشكر أعم من الحمد. يعني وبعد بيان معنى الحمد والشكر من هذه الحيثية، صار الشكر أعم من الحمد. ثم قال: والحمد يكون لمسد النعمة وغيره. الآن سوف يبين معنى آخر في الحمد والشكر من حيثية أخرى. فقال: الحمد يكون لمسد النعمة وغيره، يكون لمن أسدى إليك نعمة، ويكون لمن لم يسد إليك نعمة. هذا ماذا؟ الحمد. فإذا أحسن إليك زيد بمعروف، بمال أو غيره، فإنك تحمد له ذلك، تقول: حمدت له معروفه. فأتيت بالحمد أطلقته على مسدي النعمة، من أسدى إليك معروفا. قال: وغيره، فتقول: حمدت لزيد كرمه وسخاءه ومعروفه. تقول هذا حتى لو لم يسد إليك شيئا، لم تنل من ماله أو معروفه شيئا، فإن هذا سائغ في اللغة. ثم قال: ومن ثم، أي من هذه الحيثية الثانية، هو أعم من الشكر، أي من هذه الحيثية صار الحمد أعم من الشكر. إذ الشكر لا يكون إلا لمسدي النعمة فقط. قال: ومن ثم هو، أي الشكر، أخص من الحمد. يصير من هذه الحيثية الأخيرة الشكر أخص من الحمد، وقد كان أعم منه من الحيثية الأولى. فعلمنا بهذا أن بين الحمد والشكر عموماً وخصوصاً وجهياً. قال: رب العالمين. رب نعت لله أو بدل منه، هذا في الإعراب. قال: وهو، أي في اللغة الرب في اللغة، السيد والمالك، السيد والمالك. وقد يطلق على غير الله كرب الدار ورب العبد، فيكون بمعنى صاحب أو مالك الشيء. لكن قال: لا يقال بالألف واللام إلا لله سبحانه وتعالى. ثم قال: العالمين جر بالإضافة، رب مضاف والعالمين مضاف إليه. قال: وعلامة جره الياء التي قبل النون، كما قد علمتم في إعراب جمع المذكر السالم. ثم قال: وفي هذه الياء في قوله العالمين علامة الجر، لأن جمع المذكر السالم يجر بالياء، وعلامة الجمع يعني مع النون، لأن الجمع المذكر السالم يكون بالياء والنون أو الواو والنون. قال: وعلامة التذكير يعني أيضا مع النون. نعم، تفضل شيخ. وصلى الله صلاته بمعنى الرحمة. قاله جماعة وضعفه ابن القيم من وجهين: أحدهما أن الله عز وجل غاير بين الصلاة والرحمة بالواو بقوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الثاني أن الصلاة تتعدى بعلى، فيقال: صلى الله عليك، ولا يقال: رحم الله عليك. واستحسن قول السهيلي: إنها بمعنى الحنو والعطف، وصلاة الملائكة بمعنى الاستغفار، وصلاة العبد بمعنى الدعاء. نعم، قال: وصلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال: صلى الله، الآن شرع في بيان معنى الصلاة في قول القائل: صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال: صلاته سبحانه وتعالى بمعنى الرحمة، صلاة الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى الرحمة، الرحمة له. قاله جماعة، نعم قاله جماعة كثيرة من العلماء،
قال: وضعفه ابن القيم من وجهين، ضعفه ابن القيم في جلاء الأفهام من وجهين، بل من وجوه عدة. أحدهما أن الله عز وجل غاير بين الصلاة والرحمة بالواو، فقال سبحانه: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، عطف الرحمة على الصلوات بحرف العطف الواو. والقاعدة عند أهل النحو وعند أهل الأصول، أصول الفقه، أن العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، وهذه قاعدة معروفة مجمع عليها بين أئمة النحو وكذلك علماء الأصول. فإذا قلت: جاء زيد وأبو عبد الله، فكم الجائي؟ كم عدد الجائين؟ اثنان. فلو كان زيد هذا، لو كان لقبه أبا عبد الله، اسمه زيد ولقبه أبو عبد الله، فجاء وحده، فقلت: جاء زيد وأبو عبد الله، فهل يصح هذا في لغة العرب؟ يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنك عطفت بالواو، والقاعدة أن العطف بالواو وغيرها كالفاء وثم يقتضي المغايرة، أي أن المعطوف مغاير للمعطوف عليه وليس نفسه، فتكون هناك غيرية لا عينية. واضح؟ فإن أردت أن يكون واحدا، يعني زيد ولقبه أبو عبد الله، تقول: جاء زيد أبو عبد الله، فتحذف حرف العطف، يصح حينئذ، يصح الكلام. فقال هنا: عطف الرحمة على الصلاة، صلوات من ربهم ورحمة، فدل على أن الرحمة أو على أن الصلاة ليست الرحمة كما ذكره جماعة. قال الثاني: أي من وجوه ضعف حمل كلمة صلاة في قولنا صلى الله على نبينا محمد، حملها على الرحمة. الوجه الثاني من ضعف هذا المعنى أن الصلاة تتعدى بعلى، نقول صلى الله عليه بحرف على، فيقال صلى الله عليك ولا يقال رحم الله عليك، فدل على أن الصلاة غير الرحمة. ثم قال المؤلف رحمه الله: واستحسن قول السهيلي، استحسن أي ابن القيم قول السهيلي، إنها أي الصلاة، أي رجح ابن القيم ما قاله السهيلي من علماء النحو واللغة، إنها بمعنى الحنو والعطف، الصلاة من الله سبحانه وتعالى على عبده ورسوله محمد بمعنى الحنو والعطف. ثم قال: وصلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الخلق بمعنى الاستغفار، وصلاة العبد بمعنى الدعاء، فتكون ثلاثة معاني متغايرة بحسب من تضاف إليه، بحسب من تضاف إليه. نعم، تفضل يا شيخ. على تكون حرف جر، وتكون فعلا كقوله: على زيدنا يوما نقى رأس زيدكم. سيدنا مجرور بحرف الجر وهو الكبير، ويطلق على المالك. محمد مشتق من الحمد لقول حسان، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود، وهذا محمد. خاتمي بفتح الخاء وكسر التاء، ويجوز فتحها، وهو ما حصل به الختام. ومن ثم سمي الخاتم خاتما، إذ يحصل به ختم الكتب وغيرها. وقيل للرسول عليه السلام: خاتم النبيين، لأنه ختامهم، أي ختموا به. النبيين جمع نبي، يهمز ولا يهمز، من جعله من النبأ همزه، إذ هو ينبئ الناس، أو لأنه ينبأ هو بالوحي. ومن لا يهمز
إما سهله وإما أخذه من النبوة. ومن لا يهمز ومن لا يهمز إما سهله وإما أخذه من النبوة وهي الارتفاع، وقد لا يرسل النبي، ومن ثم كل رسول النبي ولا عكس. نعم أحسنت. قال على وصلى الله على، قال على تكون حرف جر كما هو هنا في هذا السياق. قال وتكون أيضا فعلا على يعلو، لكن من حيث الرسم يختلف في الرسم الحديث، فيكتب إذا صار فعلا، إذا صارت على فعلا تكتب نعم عصا، وإذا كانت حرف جر تكتب على شكلها. قال كقوله يستشهد المؤلف رحمه الله على استعمال على فعلا لا حرفا. قال على زيدنا يوم النقى رأس زيدكم بأبيض ماضي الشفرتين بيماني. فقال على هنا فعل يعني علاه، ارتفع صار فوقه. وقال سيدنا مجرور بحرف الجر، وهو أي تعريف السيد في اللغة الكبير، فيقال سيد القوم أي كبيره. سعد بن معاذ كان سيد الأوس، ما معنى سيد الأوس؟ أي كبيرهم. قال ويطلق على المالك، فيقال سيد العبد والأمة يعني مالكهما. قال محمد عليه الصلاة والسلام مشتق من الحمد لقول حسان رضي الله عنه وشق له، الضمير يرجع إلى الباري سبحانه وتعالى، وشق له من اسمه ليجله يعني من اسمه الحميد، فذو العرش محمود وهذا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال خاتم النبيين، خاتم بفتح الخاء وكسر التاء خاتم، ويجوز فتحها خاتم، وكلاهما صحيح في لغة العرب. قال وهو أي في اللغة الخاتم يعني خاتم الشيء في اللغة ما حصل به الختام. ومن ثم أي من هذا، من هذه الحيثية، من هذا المعنى سمي الخاتم خاتما، الخاتم الذي يختم به الكتاب، الذي يختم به الملوك والولاة والنساخ للمخطوطات، يختمون به المخطوط أو الكتاب أو الرسالة. قال إذ يحصل به ختم الكتب وغيرها، ولهذا لا يوجد إلا في الصفحة الأخيرة في آخر الكلام. قال وقيل للرسول عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين لأنه ختامهم أي ختموا به، فهو آخر النبيين والمرسلين عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبيين جمع نبي يهمز ولا يهمز، يعني تقول نبي وتقول نبي، وفي الجمع كذلك تقول النبيين وتقول النبيين، وقرئ بهما في العشر، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقرئ ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قراءة قالون عن نافع. قال إذ هو ينبئ الناس، إذ هو صلى الله عليه وسلم ينبئ الناس. قال النبيين جمع نبي يهمز ولا يهمز، من جعله من النبأ بالهمز، من النبأ همزه، إذ هو ينبئ الناس ينبئهم ويخبرهم بالوحي، أو لأنه ينبأ هو بالوحي أي يعلم هو ويخبر، فهو مخبر ومخبر، وأي من كان أي من كان صح كلمة نبي. ومن لا يهمز يعني من يقول نبي ونبيين، إما سهله لأن الهمزة تسهل وهي لهجة من لهجات العرب المعروفة قديما وحديثا، إما سهله كما قال حسان سالت هذيل
في قصيدة له سالت وصلها سألت، قال إما سهله سهل الهمز، وإما أخذه أي اشتقه من النبوة وهي الارتفاع، لأن منزلة النبوة لا شك أنها منزلة رفيعة. ثم قال وقد، هذه الواو والاستئناف، استأنف بعد أن بين هذا الاشتقاق والمعنى في كلمة نبيين، قال وقد لا يرسل النبي، يعني من الأنبياء، وقد لا يرسل النبي من الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. ومعنى لا يرسل يعني لا يرسل بشرع جديد، وإنما يأتي مجددا لشريعة نبي قبله، لشريعة رسول قبله. قال وقد لا يرسل النبي، ومن ثم كل رسول نبي ولا عكس. وعلى هذا يكون بين النبي والرسول عموم وخصوص مطلق، أي أن أحدهما أعم من الآخر مطلقا، لا من وجه وإنما مطلقا. فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. ولهذا كل حديث ختم النبوة، جميع الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاتم الأنبياء، كلها جاءت فيها كلمة النبي، ما جاء فيها كلمة الرسول، ما قال أنا خاتم الرسل. في كل الأحاديث جاء النبي لأنه خاتم النبيين والمرسلين عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وسيدي، وسيدي الذي يفوق في الخير قومه، وقيل التقي وقيل الحليم، وقيل الذي لا وقيل الذي لا يغلبه غضبه. والمرسلين جمع مرسل، وهو كل من أرسل من الأنبياء إلى أحد يبلغه عن الله عز وجل. وعلى آله جار ومجرور، وهم أهله. وقيل كل من تبعه على دينه، وقيل من حرمت عليهم الصدقة، وصحبه معطوف على المجرور، وهم كل من اجتمع به ولو ساعة مع إسلامه، وقيل من صحبه مدة عرفا، وقيل من صحبه سنتين وغزا معه غزوتين. أجمعين تأكيد معنوي. أحسنت. قال وسيد المرسلين، سيد ذكر معناه في اللغة، يعني قال الذي يفوق في الخير قومه، الذي يفوق في الخير قومه، يعني كرما أو شجاعة ونبلا وحلما وغير ذلك من صفات الخير، فيقال هو سيدهم أي كبيرهم في الخير. وقيل التقي، من كان أتقى القوم يقال سيد القوم، فيقال فلان سيدنا، كما كان يقول بعض الصحابة وبعض التابعين رضي الله عنهم، سيدنا يعني هو أتقانا وأحسننا عملا. وقيل الحليم، وقيل الذي لا يغلبه غضبه، يعني وهو قريب من الذي قبله. وقد يراد جميع هذه المعاني، فإنها كلها وغيرها صادقة على المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قال المرسلين، والمرسلين جمع مرسل، وهو كل من أرسل من الأنبياء إلى أحد يبلغه عن الله عز وجل، فيسمى مرسلا ويسمى رسولا. قال وعلى آله جار ومجرور، وهم أهله. بدأ الآن يبين معاني كلمة الآل في قولنا صلى الله على نبينا محمد وآله. ما معنى الآل؟ فقال المعنى الأول هم أهله، يعني أهل بيته خاصة. وقيل هذا المعنى الثاني الآن، وقيل كل من تبعه على دينه، كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ممن رآه وممن لم يره، كلهم يسمون آل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول القائل آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودان والعرب
لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. فكأنه يعني يقول أن الآل لو قلت معناها أن المعنى الأول وهو أهل بيته فإن أبا لهب من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قلت صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله صليت عليه، هكذا هكذا يقولون. وقيل المعنى الثالث من حرمت عليهم الصدقة، من حرمت عليهم الصدقة، يعني سواء كان من قرابته صلى الله عليه وسلم أو لم يكن من قرابته القريب، يعني ليس من أهل بيته كبني المطلب، فإنهم ليسوا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكن تحرم عليهم الصدقة، في قول من أقوال عدة للعلماء في من تحرم عليهم الصدقة. ثم قال وصحبه معطوف على المجرور فيكون مجرورا مثله يعني. ثم قال وهم، الآن سوف يذكر أيضا خلافا في تعريف الصحابة، وهي مسألة أصولية وإن كانت تذكر في مقدمات الكتب كما صنع المؤلف هنا، إلا أنها في الحقيقة هي مسألة من علم أصول الفقه، ولهذا أفردها صلاح الدين العلائي الإمام الحافظ رحمه الله بكتاب سماه تحقيق منيف الرتبة في من تثبت له شرف، في من ثبت له شرف الصحبة، وهو كتاب نفيس في بابه. قال وهم أي الصحابة، الصحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كل من اجتمع به ولو ساعة مع إسلامه. هذا المعنى الأول لكلمة صحابي، الصحابة كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، يعني ولو لحظة، وليس المراد الساعة الزمن المعروف، مع إسلامه، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع به مؤمنا به وطبعا مات على الإسلام، فيكون هو الصحابي. وهذا قول أكثر المحدثين وجماعة أيضا كثيرا من الفقهاء ومن الأصوليين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع. وقيل المعنى الثاني للصحابي من صحبه مدة عرفا، يعني لا بد أن تطول الصحبة شيئا ما، ما يكفي اللحظة الواحدة، بحيث أنه يطلق عليه في عرف الناس أن فلانا صاحب فلان فيقال هو صاحبه. وأهل العرف لا يطلقون كلمة صاحب على من رآه لحظة، وإنما يطلقونه على من اجتمع به وصحبه مدة. وقيل من صحبه سنتين، وهذا معنى فيه تقييد. قال وقيل هذا المعنى الثالث من صحبه سنتين وغزا معه غزوتين، وهذا المعنى حكاه ابن الصلاح عن سعيد ابن المسيب رحمهم الله تعالى، أن الصحابي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنتين وغزا معه غزوتين. لكن هذا الأخير فيه ضعف، لأنه يلزم منه خروج بعض الصحابة مثل جرير بن عبد الله البجلي، ومثل معاوية بن الحكم السلمي، ومثل وائل بن حجر رضي الله عنهم جميعا، فإن هؤلاء ما صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم سنتين. بعضهم نعم أسلم قديما مثل معاوية بن الحكم أسلم قديما، لكنه ما طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أسلم متأخرا مثل جرير. فيعني يلزم من هذا خروج من أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصاحبه سنتين، ولا شك أن هذا قول ضعيف. لكن بعض العلماء اعتذر لهذا القول الأخير، لصاحب هذا القول الأخير اعتذر له بأن يقصد أن كمال الصحبة تحصل بالمرافقة سنتين وأن يغزو غزوتين. وذكر الزركشي رحمه الله في البحر المحيط أن أكثر الأصوليين على أن الصحابي لا يطلق إلا على من طالت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أجمعين تأكيد معنوي، فإن كلمة أجمع وأكتع وأبتع ونحو هذه الألفاظ هي من التوكيد المعنوي كما قد علمتم في علم
النحو. نعم تفضل يا شيخ. وبعد، ما تقدم من الحمد والثناء وصلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فصل الخطاب بين الثناء والشروع فيما أراد، فهذا إشارة إلى المختصر الذي وضعناه وسميناه بغاية السول، مختصر اختصرت ألفاظه في جادة تأتي معانيها أصول الفقه، أي أصول فروع الأحكام على مذهب مسلك وما ذهب إليه واختاره الإمام كل من ائتم به، فتارة يراد به إمام النظر في مظالم الناس وإنصاف بعضهم من بعض وهو السلطان، ويراد به إمام الصلاة، ويراد به إمام الأحكام الذي يقتدي به المقلد. أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، الشيباني من بني شيبان، إمام الأئمة والمقدم عليهم لعلمه وزهده وورعه. نعم. قال وبعد، يعني قال وبعد ما تقدم من الحمد والثناء وصلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهي أي لفظة بعد فصل الخطاب، تسمى كلمة فصل ماذا؟ الخطاب، تفصل الخطاب بعضه عن بعض، أي تفصل الكلام. أي كلام؟ قال بين الثناء وبين الشروع في المقصود، فيؤتى بها لهذا، فلهذا سمي فصل هذا اللفظ فصل الخطاب. فهذا يعني قوله فهذا في المتن إشارة إلى المختصر الذي وضعناه وسميناه بغاية السول إلى علم الأصول، وهو كما قلنا في أول الدرس هو أصل هذا الكتاب، هو المتن الذي شرحه بهذا الكتاب، وهو مطبوع وحده في مجلد لطيف. قال مختصر اختصرت ألفاظه في جادة تأتي معانيها، في جادة أي في رصانة. قال أصول الفقه أي أصول فروع الأحكام، يعني قوله فروع الأحكام هو شرح لكلمة الفقه، أصول الفقه أي أصول فروع الأحكام، فالفقه هو علم فروع الأحكام الشرعية. قال على مذهب أحمد بن حنبل، على مذهب قال معناه في اللغة مسلك، المذهب هو المسلك في لغة العرب. قال وما ذهب إليه واختاره الإمام، فالمذهب له معنى لغوي وهو المسلك، ويطلق بمعنى اصطلاحي وهو ما اختيارات إمام من الأئمة آراؤه في مسائل الفقه. قال الإمام هو كل من ائتم به، كل من ائتم به، فتارة يراد به، سوف يبين معنى كلمة الإمام، وذكر لها ثلاثة معاني. فقال إمام النظر في مظالم الناس وإنصاف بعضهم من بعض وهو السلطان، وهذه الإمامة الكبرى. ويراد به إمام الصلاة وهي الإمامة الصغرى، ويراد به المعنى الثالث هذا إمام الأحكام الذي يقتدي به المقلد وهو المقصود هنا إمام المذهب. ثم قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، الشيباني من بني شيبان، إمام الأئمة والمقدم عليهم لعلمه وزهده وورعه. تفضل يا شيخ. اختصرته من عدة من كتب أصحابنا الأصولية، عمدتي فيه على أصول ابن مفلح وابن اللحام، حسب الإمكان طاقتي وما أمكنني لم أفرط في اختصاره، ولم أهمل التحرير، بل بذلت المجهود فيه ليسهل الحفظ له باختصاره على الطالب الذي أراد حفظه، إذ لو كان مطولا لما سهل، ويقرب فهمه إذ اللفظ القليل أقرب تناولا للراقب من التطويل، لأن التطويل ربما سئم الإنسان منه
لربما سئم الإنسان منه ومل، واللفظ اليسير لا يمل ولا يضجر منه. والله حسبنا عوننا وعدتنا ونعم الوكيل، فنقول ما أردنا وضعه وبالله التوفيق ضد الخذلان. نعم، قال اختصرته من عدة كتب أصحابنا الأصولية، من عدة أي عدد من كتب أصحابنا الأصولية، والأمر كما ذكر المصنف فقد أخذه من عدة كتب كالروضة والتمهيد والعدة وغيرها من كتب الأصحاب، إلا أنه قال بعد أن ذكر أنه اختصره من عدة كتب من كتب الأصحاب، قال عمدتي فيه على أصول ابن مفلح وابن اللحاب. عمدتي أي أكثر اعتمادي في هذا المختصر على كتابين، كتاب أصول الفقه لشمس الدين بن مفلح المتوفى سنة 763 هجرية وهو مطبوع في 4 مجلدات، وابن اللحام المختصر في أصول الفقه لعلاء الدين بن اللحام المتوفى سنة 803 هجرية. قال حسب الإمكان، قال الإمكان معناه الطاقة، حسب إمكاني أي حسب طاقتي وما أمكنني، لم أفرط في اختصاره ولم أهمل التحرير، يعني بالغ في الاختصار قدر الإمكان بحيث لا تطول عباراته فلا يسأم منه الطلاب، وفي نفس الوقت قال لم أهمل التحرير، أي لم ألتفت فقط إلى الغرض الأول وهو الاختصار وأهمل الغرض الثاني وهو تحرير المسائل الأصولية، بل حاول أن يجمع الخيرين معا، الاختصار والتحرير. قال بل بذلت المجهود فيه ليسهل الحفظ له باختصاره على الطالب الذي أراد حفظه، إذ لو كان مطولا لما سهل، أي لما سهل حفظه، ويقرب فهمه إذ اللفظ القليل أقرب تناولا للراغب من الطويل، لأن الطويل ربما سئم منه الإنسان وملا، واللفظ اليسير لا يمل ولا يضجر منه، كما هو معروف من حال الناس أنهم يضجرون من الكتب الطويلة ويرغبون في الكتب المختصرة، وهذه عادة الناس، ولهذا تظهر المختصرات، يعني هذا كلام مصنفه إشارة إلى غرض من أغراض المؤلفين وهو كتابة المختصرات في أصول الفقه أو غيره من العلوم الشرعية، ولهذا تجد أن بعض العلماء يكتب الكتاب المطول ويكتب الكتاب المختصر، وربما شرح متناً من المتون شرحين أو ثلاثة شروح، فيكتب مطولاً ومتوسطاً ومختصراً، وكل هذا مراعاةً لأغراض ومقاصد الطلاب. ثم قال والله حسبنا أي عوننا وعدتنا ونعم الوكيل. نعم، قال أصول الفقه نفس هذا اللفظ مركب، إذ هما لفظان، وما كان من شيئين فصاعدا فهو مركب، وتركيبه من مضاف وهو الأصول ومضاف إليه وهو الفقه، وما كان تركيبه كذلك مثل أصول الدين وأصول النحو ونحو هذا من المركبات، فتعريفه بيانه وإيضاح معناه، من حيث هو مركب إجمالي لقبي يحتاج إلى بيان، من حيث هو لفظ مركب مجمل، وهي القواعد الكلية التي لا تدل على معناها إلا من حيث الجملة، لأن اللفظتين اسم لهذا الفن الخاص صارتا علما عليه، كعبد الله علما على رجل خاص، وباعتبار كل من مفرداته، أي وتعريفه باعتبار كل من مفرداته تفصيلي، إذ تعريف كل لفظة على حدتها يحتاج إلى تفصيل، والتفصيل أن تفصل كل جزء وتبينه على حدته، وكل مركب يحتاج إلى بيان من حيث هو مجمل، وإلى بيان إذا فصلت أجزاءه، وبيان كل جزء على حدته. نعم، قال أصول الفقه هذا المتن، ثم شرحه فقال نفس هذا اللفظ مركب،
مركب خبر كلمة أصول الفقه، أصول الفقه مركب، لكن المصنف رحمه الله قال نفس هذا اللفظ، إنما قال نفس هذا اللفظ لأن أصول الفقه من حيث المعنى هو شيء واحد وليس شيئين تركبا وصار علما، لا، إنما هو شيء واحد، لكن من حيث نفس اللفظ هو لفظتان وليست لفظة واحدة، شيئان لا شيء واحد، من حيث نفس اللفظ أي بالقطع النظر عن معناه. قال إذ هما أي كلمة أصول وكلمة الفقه لفظان، وما كان من شيئين فصاعدا فهو مركب كما عرف في علم العربية وعلم المنطق والأصول وغيرها من العلوم. قال فهو مركب وتركيبه من مضاف وهو الأصول، وهو أصول، ومضاف إليه وهو الفقه، يعني نوع هذا التركيب في هذا اللفظ الذي صار علما على هذا الفن المدون في مثل هذا الكتاب هو مركب إضافي، مركب إضافي، أصول مضاف والفقه مضاف إليه. طيب لو قلت الأصول الفقهية كما يذكر بعض العلماء وبعض عناوين الكتب هكذا الأصول الفقهية فيصير مركبا تركيبا وصفيا، الأصول الفقهية، وكلاهما صحيح. قال مضاف وهو الأصول ومضاف إليه وهو الفقه، ثم قال وما كان تركيبه كذلك ما شرطية، وجوابها في قوله فتعريفه، يعني فعل الشرط ما هو أو جملة الشرط وما كان تركيبه وجواب الشرط فتعريفه من حيث هو مركب. قال وما كان تركيبه كذلك مثل أصول الدين وأصول النحو ونحو هذا من المركبات فتعريفه إلى آخره، ثم شرح كلمة تعريف، فقوله بيانه وإيضاح معناه المقصود بهذه العبارة شرح كلمة تعريف، وإلا الكلام هكذا وما كان تركيبه كذلك فتعريفه من حيث هو مركب إجمالي إلى آخره. وكلمة بيانه وإيضاح معناه هو شرح لكلمة تعريف، بأن يقال ما تعريف الشيء فتقول هو بيانه وإيضاح معناه. قال إذن يعني كأنه يقول ماذا؟ أن ألقاب العلوم، ألقاب العلوم أي أسماء العلوم قسمان، مفرد ومركب، فالذي هو مفرد لا يعرف إلا مرة واحدة، يعني لا يعرف إلا من حيثية واحدة، مثل كلمة الفقه، كلمة الحساب، كلمة التاريخ إلى آخره. ومن أسماء العلوم، من ألقاب العلوم ما هو مركب مثل أصول الفقه وأصول الدين وأصول النحو وأصول التفسير مصطلح الحديث وغير ذلك، فهذا تعريفه لا يكون من نظر واحد بل من نظرين. النظر الأول يكون من جهة أجزائه التي تركب منها، والنظر الثاني يكون من جهة أن اللفظين صار كاللفظ الواحد، أي بعد أن صارت اللفظتان على من؟ على هذا الفن المدون المعروف. فقال من حيث هو مركب إجمالي لقبي يحتاج إلى بيان من حيث هو لفظ مركب مجمل. طبعا المصنف رحمه الله بدأ ب يعني عكس ما فعله كثير من الأصوليين، الأصوليين يبدون بتعريف أصول الفقه من حيث مفرداته، كلمة أصول وحدها وكلمة الفقه وحدها، ثم يعرفون بعد ذلك أصول الفقه بالنظر إلى كونه علما، اللفظتان صارتا كاللفظة الواحدة، لكن المصنف هنا رحمه الله عكس. قال وهي القواعد الكلية التي لا تدل على معناها إلا من حيث الجملة. فأصول الفقه قواعد كلية،
لا تدل على المعنى إلا من حيث الجملة لا من حيث التفصيل. فقولك مثلا المثبت مقدم على النافي لا يدل من حيث هو، القاعدة لا تدل من حيث هو على أن الحديث نقض الوضوء بمس الذكر مقدمة على الحديث النافية لنقض الوضوء من مس الذكر، إنما يعطيك حكما كليا. ثم بعد تسليط القاعدة على النص الشرعي ينتج الحكم الفقهي. فلهذا قواعد الأصول قواعد كلية لا تختص بحكم دون حكم. قال لأن اللفظتين أي كلمة أصول والفقه اسم لهذا الفن الخاص صارتا علما عليه كعبد الله علما على رجل خاص. لو أن رجلا اسمه عبد الله هذا مركب أو مفرد؟ هذا الاسم مركب من مضاف رحمك الله وهو عبد ومضاف إليه وهو لفظ الجلالة. فإذا قلت جاء عبد الله هل تعني جاء العبد الخاضع لله الذليل له المفتقر له؟ تقصد هذا؟ لا ما تقصد هذا، إنما تقصد الرجل، جاء الرجل الذي اسمه عبد الله. فكذلك كلمة أصول الفقه كلمتان مركبتان من مضاف ومضاف إليه، ولا يقصد إلا المعنى المعروف لهذا العلم وهو القواعد الموصلة لاستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة. قال وباعتبار كل من مفرداته أي وتعريفه باعتبار كل من مفرداته تفصيلي. إذا المصنف يقول يعرف بنظري، نظر إلى أنه مركب إجمالي، مركب أي أنه تركب من كلمتين فصار لقبا صار لقبا على هذا العلم، فتعريفه إجمالي يعني بمعنى أنه يعرف تعريفا واحدا لأنه صار علما على فن واحد، فلا ينظر إلى جزئيه، لا ينظر إلى كل من جزئيه. ونظر ثان واعتبار ثان حيثية ثانية وهو النظر إلى كل مفردة من مفرداته، كلمة أصول وحدها وكلمة الفقه وحدها، وحينئذ سوف يكون تعريفه تفصيليا لأنك تنظر إليه باعتبار كلمتي. قال وتعريفه باعتبار كل من مفرداته تفصيلي، إذ تعريف كل لفظة على حدتها يحتاج إلى تفصيل، والتفصيل أن تفصل كل جزء وتبينه على حدته، تبينه وحده، فتعرف أصول ولا تلتفت إلى كلمة الفقه، ثم تعرف كلمة الفقه ولا تلتفت إلى كلمة أصول، تعرف كل منهما على حدته. قال وكل مركب يحتاج إلى بيان من حيث هو مجمل وإلى بيان إذا فصلت أجزاؤه، إذا فصلت أجزاءه، وبيان كل جزء على حدته يعني أي اسم مركب، أي اسم علم من العلوم مركب مثل أصول الفقه تحتاج حينئذ إلى أن تعرفه مرتين، مرة بالنظر إلى أجزائه التي تركب منها، ومرة بالنظر إلى كونه صار علما على فن مخصوص. وهذا لا يكون كما قلنا إلا في أسماء العلوم المركبة لا أسماء العلوم المفردة. قال فأصول الفقه على الأول أي على الاعتبار الأول وهو البيان من حيث الإجمال، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية، هذا حد أصول الفقه من حيث الإجمال. والعلم ضد الجهل وهو أن يكون علما وهو أن يكون عالما بالقواعد التي هي صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي فيها،
ومن ثم لم نحتج إلى تقييدها بالكلية لأنها لا تكون إلا كذلك. والمراد بالقواعد الموصلة إلى استنباط الأحكام احترازاً من الموصلة إلى استنباط غير الأحكام من البناء والصنائع والعلم بالهيئات ونحو ذلك. واحترزنا بالشرعية وهي ما استنبط من الشرع أي كان علمه مأخوذاً من الكتاب والسنة عن الاصطلاحية والعقلية كقواعد علم الحساب وعلم الهندسة ونحو ذلك. وبالفرعية عن الأحكام التي هي من جنس الأصول كأصول الدين ونحو ذلك. نعم أحسنت. قال فأصول الفقه، هذه الفاء اسمها فاء التفريع لأنه أعطى كلاماً إجمالياً في الأول. قال أصول الفقه ما دام أنه مركب فتعريفه من حيث الإجمال ومن حيث التفصيل. ثم قال فأصول الفقه على الأول أي على النظرة الأولى الحيثية الأولى الاعتبار الأول، وهو كون أصول الفقه هذا اللفظ المركب صار على من؟ على هذا العلم المدون في مثل هذا الكتاب، فصارت الكلمتان كالكلمة الواحدة. قال فأصول الفقه على الأول أي على الاعتبار الأول، وهو البيان من حيث الإجمال أي بيان معنى أصول الفقه من حيث الإجمال، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. هذا هو التعريف الذي اختاره المؤلف رحمه الله واختاره غيره من الأصوليين، جماعة من الأصوليين. العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. قال هذا حد أصول الفقه من حيث الإجمال. ثم شرع المصنف رحمه الله في شرح هذا التعريف اللقبي الاصطلاحي لعلم أصول الفقه، فقال العلم أول لفظة في التعريف، قال ضد الجهل، وهو أن يكون عالماً بالقواعد، وهو أي المجتهد الأصولي الذي عرف أصول الفقه، أن يكون عالماً بالقواعد التي هي صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي فيها. وهذا هو تعريف القاعدة، فإن القاعدة معنى كلي ينطبق على جزئياته الداخلة تحته، هذا تعريف القاعدة. ومن ثم يعني بهذا النظر، وهو أن القواعد تكون كلية قواعد أصول الفقه لأنها تتناول جزئيات عدة، قال ومن ثم لم نحتج إلى تقييدها بالكلية، يعني بالنظر إلى هذا لم نحتج أن نقول في التعريف أصول الفقه هو العلم بالقواعد الكلية. لما لم نحتاج إلى كلمة الكلية بعد كلمة القواعد؟ لأن القواعد لا تكون إلا كلية، فإن معنى القاعدة هو أمر كلي ينطبق على جزئياته، وحينئذ فما معنى أن تقول القواعد الكلية؟ القواعد لن تكون إلا كلية. قال ومن ثم لم نحتج إلى تقييدها بالكلية لأنها لا تكون إلا كذلك، يعني لا تكون القواعد إلا كلية كما هو الحاصل في قواعد أصول الفقه. ثم قال والمراد بالقواعد الموصلة إلى استنباط الأحكام احتراز، يعني يظهر والله أعلم أنها بالرفع وليس احترازا، إلا إذا قلنا إن المراد إن كلمة الموصلة هو تفسير للقواعد، فيكون المعنى والمراد بالقواعد هو القواعد الموصلة إلى استنباط الأحكام، لكن حينئذ يكون الكلام فيه تكرار لأن هذا العبارة سوف تأتي بعد ذلك. ألا ترون تعريفه ماذا قال؟ العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام، فالظاهر والله أعلم أن المراد
أن مقصود المؤلف رحمه الله بقوله والمراد بالقواعد الموصلة لاستنباط الأحكام هو شرح الجملة الثانية في التعريف، شرح العبارة الثانية في التعريف، لأنه شرح كلمة العلم ثم شرح كلمة القواعد ويشرح الآن كلمة الموصلة إلى استنباط الأحكام. ويدل على هذا، يدل على هذا أنه بعد ذلك شرح كلمة ماذا؟ بعد هذه العبارة ماذا شرح؟ كلمة الشرعية، فدل على أنه أراد شرح كلمة الموصلة إلى استنباط الأحكام. وحينئذ يكون المصنف قد ذكر يعني هذه العبارة بالمعنى لا باللفظ، لأن الذي في لفظه هو ماذا؟ القواعد التي يتوصل بها للاستنباط، بينما هنا ماذا قال؟ القواعد الموصلة إلى استنباط الأحكام، فيكون حكى كلامه بالمعنى لا باللفظ. فيكون قوله احتراز هو خبر للمراد، وكلمة احتراز بالرفع جاءت في إحدى النسخ المخطوطة كما ذكر محقق الكتاب بالهامش، يعني كأنه يقول المراد بالقواعد الموصلة لاستنباط الأحكام المراد الاحتراز عن الموصلة لاستنباط غير الأحكام. أظن هكذا اتضح المعنى، أليس كذلك؟ المراد بالقواعد الموصلة لاستنباط الأحكام المراد الاحتراز عن القواعد التي توصل إلى استنباط غير الأحكام. واضح؟ واضح يا أخوان؟ كما تكلمنا عنه آنفا وقلنا بناء على هذا يكون ترك هذه العبارة ما شرحها من التعريف، لأنه أتى بعد ذلك بكلمة الشرعية يشرع في شرحها. فيكون إذن ما معنى قوله القواعد الموصلة إلى استنباط الأحكام؟ قال المراد الاحتراز عن القواعد الموصلة إلى استنباط غير الأحكام. مثل ماذا؟ قال من هنا بيانية أو بعضية، قال من البناء، بناء الدور مثلا، والصنائع كالزراعة والطب وصناعة الثياب وغير ذلك، والعلم بالهيئات يعني الفلك والنجوم، علم الهيئة، فإن كل هذه الأشياء حسية أو أحكام، يعني القواعد التي في هذه العلوم أشياء حسية محسوسة وليست قواعد توصل إلى أحكام معنوية تكون في الأذهان. ثم قال واحترزنا بالشرعية في قوله استنباط الأحكام الشرعية، احترزنا به لا قال وهي يعني تفسير لكلمة الشرعية، وهي ما استنبط من الشرع أي كان علمه مأخوذا من الكتاب والسنة. ثم قال عن الإصطلاحية، هذا متعلق بكلمة واحترزنا، يعني واحترزنا بالشرعية عن الأحكام الإصطلاحية، وفصل بينهما بجملة اعتراضية المقصود منها بيان معنى كلمة الشرعية، وهو الحكم المأخوذ من الشرع من الكتاب والسنة وما يتفرع عنهما من أدلة شرعية. احترز بالشرعية عن الأحكام الإصطلاحية، مثل الأحكام النحوية، أحكام الإعراب، الأحكام النحوية التي لا توصل إلى الأحكام الشرعية، لأن من أحكام النحو ما يوصل إلى الأحكام الشرعية، مثل قولهم الفاء تفيد التعقيب، فإنها قاعدة نحوية وأصولية، لكن المقصود الأحكام الإصطلاحية التي لا توصل مباشرة إلى الحكم الشرعي، مثل أحكام الإعراب. ثم قال والعقلية كقواعد علم الحساب، فقوله كقواعد هو تمثيل للثاني وليس للأول، يعني واحتراز أيضا عن الأحكام العقلية مثل علم الحساب وعلم الهندسة ونحو ذلك، فإن علم الحساب والهندسة هي أحكام عقلية محضة. ثم قال وبالفرعية قيد في كلمة الشرعية، احتراز عن الأحكام التي هي من جنس الأصول
كأصول الدين ونحو ذلك من جنس الأصول، لأن الأصول جنس وتحتها أنواع، أصول الفقه وأصول الدين. وكأنه يقول إن أحكام الأحكام الشرعية العقدية احترز بها، احترز عنها بقولنا الأحكام الشرعية الفرعية، فالفرعية أخرج نوعاً من أحكام الشرع وهو الأحكام العقدية. هذا هكذا قال المصنف رحمه الله، وهكذا قال كثير. ولكن الصحيح والله أعلم أن الأحكام الشرعية العقدية أيضاً ترجع إلى قواعد أصول الفقه، بمعنى أن الغرض من القواعد الأصولية هو استنباط الأحكام الشرعية الفرعية والأصلية، الأحكام الشرعية الفقهية والعقدية. لماذا؟ لماذا؟ لأن قواعد أصول الفقه ترجع إليها جميع أحكام الشرع، يعني لا يوجد حكم شرعي إلا وهو يرجع إلى قاعدة أصولية. وأحكام الشرع ليس مقصوراً على الفقه، لأن مسائل العقيدة هي أيضاً أحكام شرعية، وهذا معروف. فلو أن تسلطت القاعدة الأصولية كقاعدة العموم أو المفهوم على النصوص الواردة في مسائل العقيدة لخرج معك حكم شرعي عقدي. وما الذي يمنع من ذلك؟ هل يمنع منه ذلك مانع؟ ما يمنع منه. ولهذا قال شهاب الدين القرافي رحمه الله: الشريعة كلها من أولها إلى آخرها راجعة إلى أصول الفقه. وقال أيضاً: لولا أصول الفقه ما بقي من الشريعة قليل ولا كثير، لولا أصول الفقه ما ثبت من الشرع قليل ولا كثير. فجميع أحكام الشرع راجع إلى قواعد أصولية، إلا إن جرت العادة الأصوليين بضرب المثال للقاعدة الأصولية من علم الفقه لا من علم العقيدة، عادة هي، وليس قصدهم أن انحصار القواعد الأصولية في استنباط الأحكام الفقهية. طيب، قد يقول قائل: سمي أصول الفقه، وهذا لا يختلف عليه اثنان أن هذا العلم اسمه، يعني من أسمائه أصول الفقه، فأضفته إلى الفقه، والإضافة تشعر بالاختصاص، إذ لو لم يختص به ما أضيف إليه. ألست تقول فلان هو غلام زيد؟ ما معنى غلام زيد؟ يعني هو لزيد فقط. فلو كان لزيد وعمر وبكر ما أضفته إلى زيد وحده، ليس كذلك؟ فالإضافة تشعر بالاختصاص. وعن هذا جوى أجوبة، لكن يكفي من هذه الأجوبة اختصاراً أن يقال: المراد بالفقه ليس المعنى الاصطلاحي عند المتأخرين وهو علم الفروع، وإنما المراد به ما هو أعم من ذلك وهو أحكام الشريعة كلها. فإن أحكام الشريعة كلها في الاصطلاح القديم يطلق عليه فقه. من يريد الله به خيراً يفقهه في الدين، هل المعنى يعلمه علم الفروع فقط؟ أو المراد علم الفروع وعلم أصول الدين؟ الكل. نعم. والاستنباط لا يكون إلا من أدلة تفصيلية، وحينئذ فلا وجه لقول القائل: لا حاجة إلى قولنا عن أدلتها التفصيلية، إذ استنباط الأحكام لا يكون إلا منها. فنقول: قد يتقعد عند الآدمي قاعدة ويستنبط بها حكما شرعيا لا عن دليل، فلا يكون ذلك من أصول الفقه. وعلى الثاني، أي وهو تعريفه باعتبار كل من مفرداته من حيث التفصيل اصطلاحا. نعم، إلى آخره. قال: والاستنباط لا يكون إلا من أدلة تفصيلية،
هذا تفريع، يعني الكلام هنا استطرد المصنف رحمه الله في بيان معنى الاستنباط، لأنه قال القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، فقال الاستنباط لا يكون إلا من أدلة تفصيلية، يعني لن تستنبط حكما شرعيا إلا من دليل تفصيلي، لأن وظيفة الأصول ما هي؟ استحضار القاعدة الأصولية وتسليطها على النص الشرعي التفصيلي آية أو حديث فينتج حكما شرعيا، تقول هكذا. قوله تعالى فلا تقل لهما أف، هذا كلام الله سبحانه وتعالى يخاطب الولد في حق والديه، فلا تقل لهما أف، ثم تقول هذا نهي، والنهي المطلق يقتضي التحريم، فيكون قول الولد لأبويه أو لأحدهما أف، يعني كلمة التضجر المعروفة، تكون ماذا؟ حراما، هذا حكم شرعي أخذ من النص التفصيلي. ما معنى النص التفصيلي؟ يعني آية نص شرعي وهي الآية هنا، ومعنى تفصيلي أو أي أنها تختص بواحد من الأحكام الشرعية وهو التأفف من كلام الوالدين، لأن الأدلة إما تفصيلية وإما إجمالية، فالدليل التفصيلي هو المختص بشيء مفصل بشيء معين من الأحكام، مثل آية أو حديث تكون مثلاً في شأن الحج أو الصلاة أو الصوم أو نحو ذلك، مثل وأقيموا الصلاة، تقول هذا دليل شرعي تفصيلي. لماذا؟ لأنه يختص بالصلاة دون الزكاة والحج والصوم. فإذا استنباط الأحكام بواسطة القواعد لن يكون إلا من نصوص شرعية تفصيلية، فلهذا قال والاستنباط لا يكون إلا من أدلة تفصيلية. وحينئذ فلا وجه لقول القائل لا حاجة إلى قولنا عن أدلتها التفصيلية، إذ هذا تعليل لقول القائل وليس لقوله لا وجه. كلمة إذ ليس تعليلا لقوله لا وجه، وإنما هو تعليل لقوله لا حاجة. إذ استنباط الأحكام لا يكون إلا منها، يعني إلى هنا انتهى كلام المعترض الذي عبر عنه بقوله قائل، يعني لو أن قائلا قال، أي اعترض على المصنف معترض فقال لما أتيت في التعريف بكلمة من أدلتها التفصيلية، هذا حشو في التعريف، لأن الاستنباط لا يكون إلا من أدلة تفصيلية، فلو اعترض وقال لا حاجة إلى قولنا عن أدلتها التفصيلية لأن استنباط الأحكام لا يكون إلا من أدلة تفصيلية، والحدود أي التعاريف تصان عن الحشو، لا يذكر فيه إلا ما يحتاج إليه في تعريف المعرف، هذا كلام المعترض. ثم أجاب المصنف فقال فنقول، أي فنقول جواباً لهذا الاعتراض، قد يتقعد عند الآدمي قاعدة ويستنبط بها حكماً شرعياً لا عن دليل، فلا يكون ذلك من أصول الفقه. هذا افتراض فقط لا وجود له في الواقع، يعني لو افترض أن قاعدة تقعدت عند الآدمي حصل في ذهني واستنبط بها حكما شرعيا لا عن دليل، توصل بالقاعدة إلى حكم من غير نظر في دليل تفصيلي، قال فلا يكون ذلك من أصول الفقه. لماذا لا يكون؟ قال لأننا قيدنا أصول الفقه بكونه قواعد يتوصل بها إلى الاستنباط من أدلة تفصيلية، والذي حصل هنا أنه استنبط حكماً بقاعدة من غير نظر في دليل تفصيلي.
هذا كما قلنا مجرد افتراض، والذي يظهر لي أن الإيراد وارد عليه، وأن الاستنباط لا يكون إلا من دليل تفصيلي، لا يمكن أن تستنبط حكماً إلا من دليل تفصيلي، إما مباشرة وإما بواسطة، إما مباشرة من النص كما ذكرنا مثلاً بقاعدة من قواعد دلالات الألفاظ، وإما بواسطة بأن تكون قاعدة القياس، فإن قاعدة القياس مردها إلى النص. قال: وعلى الثاني، ما معنى وعلى الثاني؟ يعني وبناء على الاعتبار الثاني لكلمة أصول الفقه الذي هو علم على هذا العلم، الاعتبار الثاني وهو النظر إلى أجزائه التي تركب منها، فنحتاج حينئذ إلى تعريف تفصيلي، فنعرف أصول وحدها ونعرف الفقه المضاف إليه وحده. فقال: الأصول تعريفها وبيانها الآتي ذكرها، وهي جميع هذه الأصول المذكورة في هذا الكتاب، إذ هي أصول الفقه، وهي لغة، أي الأصول جمع أصل، أي هو مفردها، أعني الأصل، وجمعه أصول كفرع وفروع. وأصل الشيء ما منه الشيء اختاره الأكثر، أي منشأه منه، نحو أصل الآدمي، أصل الآدمي نطفة، وأصل النخلة نواة، أي هي مادتها. وقيل: ما استند الشيء في وجوده إليه، وهو أعم من الأول. ومنه أصل الشجرة. وقيل: ما بني عليه الشيء، كأصول الحائط. ولا شك أن الفقه مستمد من أدلته، لأنها مادته وهو مأخوذ منها، ومستند في تحقيق وجوده إليها، ومستند في تحقيق وجوده إليها. نعم، الآن كما قلنا هو شروع في تعريف أصول الفقه بالاعتبار الثاني، وهو النظر إلى أجزائه التي تركب منها. فقوله هنا في المطبوعة هنا مكتوب: مطلب الأصول، وبين قوسين مربعين: هذا العنوان لا معنى له، فلو أنه حذفه لكان أحسن. قال: الأصول، الآن بدأ بالمضاف، أصول الفقه، فبدأ بالمضاف. الأصول تعريفها وبيانها الآتي ذكرها، وهي جميع هذه الأصول المذكورة في هذا الكتاب، إذ هي أصول الفقه، فإن أصول الفقه هي طرق الفقه الدالة عليه، أي قواعده الكلية. ثم قال: وهي لغة، أي الأصول لغة، جمع أصل، أي هو مفردها، أعني الأصل، وجمعه أصول، مثل كلمة فرع وجمعها فروع. ثم قال: وأصل الشيء ما منه الشيء. الأصل في اللغة، أصل الشيء ما منه الشيء اختاره الأكثر، اختاره أكثر العلماء، أي منشأه، نحو قولنا: أصل الآدمي نطفة، ونحو قولنا: أصل النخلة نواة. فما معنى أصل في العبارتين؟ معناها المنشأ، منشأ الإنسان من نطفة، ومنشأ الشجرة أو النخلة من نواة. قال: أي هي مادتها. وقيل، أي المعنى الثاني لكلمة أصل، ما استند الشيء في وجوده إليه، ما استند الشيء في وجوده وتحققه إليه. ثم قال: وهو أعم من الأول. لماذا أعم من الأول؟ لأنه يتناول منشأ الشيء وما ليس منشأ للشيء، فيكون أعم. فما استند إلى شيء حتى لو لم يكن أصل منشأه يسمى أصلاً على الاعتبار الثاني دون الأول. ثم قال: ومنه، أي ومن المعنى الثاني، وهو ما يستند الشيء في تحققه إليه. قال: منه أصول الشجرة، أصول الشجرة جذورها. وقيل هذا المعنى الثالث لكلمة أصل.
وقيل ما بني عليه الشيء، كأصول الحائط. أصول الحائط هو ما خفي من الحائط، لأن الذي يبني حائطاً يحفر في الأرض ثم يبني أصلاً للحائط ثم يبني عليه الجدار الذي أنت تراه بعينك. فأين أصل الحائط؟ هو الجزء الذي من الحائط الذي لا تراه، الذي دفن، الذي صار أساساً للبنيان. قال: ولا شك أن الفقه، قوله ولا شك كأنه يقول، كأنه يتكلم الآن عن العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، يعني كأن قائلاً يقول: إذا كان هذا هو معنى الأصل، فلماذا سمي هذا العلم مثل الموجود في هذا الكتاب سمي أصول الفقه؟ ما العلاقة؟ لما اختير له كلمة أصول؟ فقال: ولا شك أن الفقه مستمد من أدلته الكلية التي هي أصول الفقه العلم، لأنها مادته وهو مأخوذ منها ومستند في تحقق وجوده إليها، فلا يمكن أن يوجد فقه بدون أصول، فهو مأخوذ من الأصول ومعتمد عليها في وجوده وتحققه، كما قلنا في كلام القرافي: لولا أصول الفقه ما بقي من الشريعة قليل ولا كثير. والفقه تعريفه له معنيان، فهو لغة الفهم قاله الجوهري وغيره لقوله تعالى: ما نفقه كثيرا مما تقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وهو العلم. فلهذا قال القاضي: العلم، وهو أعني الفهم، إدراك معنى الكلام قاله الأكثر، ولو فهمه في مدة متطاولة. ومن ثم لم يحتج إلى قيد السرعة، إذ يقال لمن فهم الشيء فقهه ولو بعد حين. وقال ابن عقيل في الواضح: هو إدراك معنى الكلام بسرعة. والفقه شرعاً معرفة الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. نعم، الآن قوله والفقه هو شروع في اللفظة الثانية من هذا المركب أصول الفقه، فقال تعريفه له معنيان: معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. قال: فهو لغة الفهم، يعني مطلقا، يعني أي فهم كان، سواء فهم شيئا واضحا أو كالواضح لا يحتاج إلى كثير تأمل، أو فهم شيئا يحتاج إلى نظر وتأمل وإعمال ذهن. قال: الفهم قاله الجوهري وغيره لقوله تعالى: ما نفقه كثيرا مما تقول، أي ما نفهم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفهمون. نعم. ثم قال: وهو العلم، وهو العلم. فلهذا قال القاضي أبو يعلى، القاضي كما قلنا من قبل قاضي الحنابلة فقها وأصولا هو أبو يعلى، فلهذا قال القاضي العلم، يعني قال القاضي الفقه في اللغة العلم. فالفرق بين عبارة القاضي وعبارة المصنف أن المصنف قال الفقه هو الفهم والمراد به العلم، يعني فهم المعلومات، فهم مسائل العلم الذي هو العلم. فالفرق بينهما كما قلنا أن المصنف فسر الفقه بالفهم ثم قال المراد به فهم مسائل العلم الذي هي العلم، الذي هو العلم. وأما القاضي فإنه فسر الفقه مباشرة بالعلم، يعني قال الفقه في اللغة العلم. وضح يا إخوان أو عيد؟ يعني ما المراد بالفقه هنا في اللغة؟ الفهم، لكن المراد به خصوص فهم المسائل العلم التي نسميها اختصارا العلم. ثم قال: وهو أعني الفهم إدراك معنى الكلام قاله الأكثر، أكثر العلماء، ولو فهمه في مدة متطاولة. الفقه هو إدراك معنى
الكلام سواء فهمه من المتكلم مباشرة أو بعد حين نظر فيه وتأمل ساعة ثم أدرك معناه، فنقول في كلا الحالتين فقه الكلام أي فهمه. قال: ومن ثم، أي بالنظر إلى أن معنى الفهم الفقه هو الفهم أي مطلق الإدراك سواء حصل سريعاً أو في مدة متطاولة، قال: ومن ثم لم يحتج إلى قيد السرعة. لم يحتج يعني في بيان معنى الفقه في اللغة، بمعنى لم نحتج أن نقول الفقه في اللغة فهم الكلام سريعاً، ما نحتاج إلى هذا، بل نقول الفهم مطلقاً. قال: إذ يقال لمن فهم الشيء فقهه. فقهه ينبغي أن تكون بين قوسين، لأن كلمة ولو بعد حين ليست هي مقول القول. دائماً مقول القول في تحقيق المخطوطات أو في التأليف حتى ينبغي أن يكون بين إما قوسين أو علامتي تنصيص حتى يفصل مقول القول عن غيره، بمعنى هكذا: إذ يقال لمن فهم الشيء فقهه، انتهى. قال: يقال له هذا ولو فقهه بعد حين. أظن العبارة الآن صارت واضحة، أليس كذلك؟ وضحت؟ أعيد. يقول: إذ يقال، إذ للاستدلال، الاستدلال على ماذا؟ على أن الفقه في اللغة هو فهم الكلام مطلقاً سواء فهمه مباشرة من حين سماعه الكلام أو في مدة متطاولة، يعني فهمه بعد ساعة أو بعد يوم أو شهر أو شهرين، يقال فقه الكلام أي فهمه. الدليل على هذا أن أهل اللغة يقولون لمن فهم الشيء، يقولون له ماذا؟ فقهه. قال: يقولون له هذا ولو فهمه بعد حين، فدل على أنهم يستعملونه كذلك في الفهم السريع وفي الفهم البطيء. ثم قال: وقال ابن عقيل، الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي، قال: وقال ابن عقيل في الواضح هو إدراك معنى الكلام بسرعة، كأنه يقول: وخالف في هذا الذي اخترناه، واختاره الأكثر، خالف فيه أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله. فقال: الفقه فهم الشيء سريعا. لماذا ابن عقيل؟ قال: لأن الفقه ملكة، والملكة هل تكون صاحب الفهم البطيء أو السريع؟ السريع، ولهذا تميز العلماء عن العوام بحسن الفهم وسرعة الفهم، طبعا هكذا قال. لكن يرد عليه ماذا؟ يرد على ابن عقيل أن العلماء، أي عالم من العلماء في أي عصر، هل يفهم جميع مسائل العلم مباشرة من حين يقرأها؟ كلما قرأ شيئا فهمه طول حياته، أو أنه أحيانا يفهمه مباشرة وأحيانا يقول: اللهم افتح علي وأنت الفتاح العليم، صح؟ لابد أنه يمر على بعض المسائل ويتوقف عندها ويتأمل، غيره قد يعرف وهو لا يعرف، وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى ألا يجعل إنسانا يختص بفهم كل مسائل العلم طول حياته فهما مباشرا، صح ولا لا؟ إذن سوف يفهم أشياء سريعا وسوف يفهم أشياء بطيئا، وهو في كلا الحالتين فقيه أو لا؟ فقيه، فقه الكلام. نعم. قال: والفقه شرعا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، انتهى تعريف الفقه اصطلاحا. ثم شرع المصنف رحمه الله في شرح هذا التعريف، غير أنه أطال فيه، ولعل الوقت لا يكفي لاستيعاب تعريف الفقه اصطلاحا، فنؤجل هذا إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.